بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن جريان المجرات. يقول العلماء أن حركة المجرات في الكون تشبه حركة الماء داخل مجرى النهر، وعندما رسموا خريطة للكون وجدوا أن الكون عبارة عن شبكة طرق تتدفق خلالها المجرات بشكل بديع يشهد عليها عظمة الخالق عز وجل. يقول العلماء أن المجرات والنجوم تتشكل وتتدفق وتجري على طول خيوط كونية تمتد لملايين السنوات الضوئية. أن الشمس هو نجم مثل نجوم المجرات وهي تجري أيضا كما تكلمت في الدروس السابقة، كذلك الكواكب تجري وهكذا بشكل بديع، وهو ما أشار إليه القرآن في قوله تبارك وتعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، سورة فاطر آية 13، والله أعلم.